السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لكم هذا الضريس اللي كيجي هنا في السوق. أنا هنايا في الدرس اللي فات درت لكم هذا الضريس، هذا ديال السوق، هذا اللي كيجي في ملاقية بحال هكا، نتوما شفتو معايا. ودابا غادي نبدا معكم غير ضريس خفيف، هذا المبتدئات. وعاد إن شاء الله من بعد ندير لكم الدرس اللي كيكون شوية كبير وبين. هذا درس خفيف كدير في القفطان اللي تيجي تحت جلابه قميص، كيجي في جلابه خفيفه صيفيه على حسب كل واحد وفاش بغى يخدمه. قدو الكاميرا، بسم الله. احنا هنا كنديرو غرزة الحشو هي الاولى، حنا ثبتنا الخيط، وهنا كنفوتو واحد جوج، ثانية كندخلو فيها بحال هكا بعمود، واحد جوج اعمدة، ثلاثة اعمدة، اربعة اعمدة، خمسة، سبعة، ثمانية. هنا عمرناها، دابا كنفوتو واحد وفي الثانية كنديرو منزلقة، هي إلا درتو منزلقة كتجي أحسن، كتجي مجموعة وكتبان. هنا كنفوتو وحدة وكنجيو هنا وكنديرو ثمانية ديال الأعمدة، يعني كتجي ساهلة وكتجي زوينة وأنيقة وخفيفة. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وكنجيو هنا كنفوتو وحدة وحدة كنديرو فيها منزلقة أو غرزة حشو. نعاود تاني كنفوتو وحدة، أنا غنزيد معاكم هاد واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وهنا كنفوتو وحدة وحدة كنديرو فيها منزلقة أو غرزة حشو بحال هكا. هنا ثم كيفاش تيجي، يعني ملي كتفوتو وحده وكتخدمو في وحده كتكرزو كيجي بحال هكا مقوس، ما تيجيش داير بحال هكا، هو كيجي داير. حنا دابا جينا لهنايا لهاد القنت ديال التوق، كنحاولو باش نديرو بحال هكا منزلقة، نديرو نطرف على داك القنت باش هداك القنت كنديرو فيه وحيدة كتجي بحال هكا. كنديرو واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. احنا هنا تبعنا بثمانية، كنفوتو وحدة وكنديرو هنا
غرزه الحشو او المنزلقه، كنفوتو ثاني وحده وكنخدمو هنا. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كنفوتو وحده وكنجيو هنا وكنديرو حشو او منزلقه. كيفاش كتجي هادي؟ دابا القياس اللي غادي نديرو هنا هو اللي غادي نديرو هنا. دابا حنا غادي يجيونا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، باش دائما هنا ما كيجيش الديفو. هنا جينا للقنت الوسط، عفوا، ديال المناقيه. هنا درنا غرزه الحشو، هنا كنعمروها حتى هي 8 ديال عميده. ما كنديروا لا سلسله، حيت في الدرس الاول درنا سلسله، دابا لا. 4، 5، سبعة، ثمانية. كنجيو هنا وهاد الخيط اللي خلينا بحال هكا كندفنوه، تنخدمو عليه بحال هكا وكنديرو غرزة الحشو. كتجي هاد الوسطانية كتجي مقوسة، كنفوتو عاوتاني واحد، وفي الثانية كنعمرو 8 ديال الأعمدة. ثلاثة، أربعة. هنا حنا خدمنا هاد الجوج، حنا دابا في الثالثة. هاي جات في القنت بحال هكا، وهاد الوسطانية هي كيفاش جات بحال هكا. حنا كنجيو هنا إن شاء الله وكنديرو هادوك 8 الأعمدة اللي تيجيو في القنت. واحد، جوج. أنا درت لكم هادي أسهل ضريس اللي تيجي في نص طوق، هذا ساهل. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كنفوتو وحده وكنجيو هنا وكنديرو غرزة الحشو. ها هي هنا، كنستمرو عاوتاني الحساب اللي درنا هنا كيجي هنا. كنفوتو وحده وكنديرو عميدة. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كنفوتو وحده وكنخدمو في وحده بحال هكا، وكنعاودو تاني نفوتو وحده وكنخدمو في وحده، لان حنايا الوقت اللي خدمنا هادوك الحبيك كنحسبوه واش كيجي مقاد ولا لا، حيت التوب دائما كيجي من جهه
كيجي من جهة كيجر يجر الثوب كيتجبد، وجهة لا دائما كاينين شي ناس اللي كيوحلو في الثوب بحال هكاك، ما كيعرفوش كيفاش غادي يخدمو بحال هاد القياس بحال القياس الاخر. جوج هنا قربنا نكملوها. ثمانية واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هنا كنديرو فوتو وحدة وكنديرو منزلقة أو غرزة حشو. هنا ملي كتكون الثوق كله راه كندورو معاها كامله. دابا انا وريتكم على القدام ديالها كيفاش كيجي، كتجي خفيفه صدقوني البنات، كتجي في القفطان كتجي روعه. ستة سبعة ثمانية وانا كندير غرزة الحشو وكنسدو الخدمة. بحال هكا حنا ملي كتكون الخدمه نيت وكيكون القفطان راه كديروا البره وكتدخلوا وسط الخدمه بحال هكا. هاد الخيط ما كتقطعوش، حنا غادي نقطعوه ماشي مشكل حيت عندنا غير بياسه صغيره كنوريكم فيها. هانتوما شفتوا معايا كيفاش كيجي. هانتوما شفتوا راه كتجي زوينه صدقوني، هادي كتجي ساهله بالنسبه للمبتدئات. ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وما تنساوناش من اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله.